The Awaz Dath? Awaz Dum? Dibi. فانا شايف مركب الاطفال الرابع ابنهم الربع اللي يطلعون معي دائما فابنهم شو رايكم نروح من النظر؟ فطلعنا سيارة طبعا رحنا من الشارع نفسه والاطفال الرابع اللي موجودين هناك في الحدا الفردي اقول لهم وين مكانكم حاليا؟ فيخبروني عن مواقعهم ونحن وزعتوا تبغى تريكورد؟ على كل مجموعه وزعنا في الشارع. اي كم صغار بباتية؟ والحين بننتقل الى مبادرات ثانيه وغير يعني من نوعها من يعني تنظيف الشوارع بعد ما عبرنا عن شركات كسام ويكند بقيت بعد طلعني باتا مش طلع ويكند لكن شو فكرتها من وين جت الفكره وكيف حابين تطورونها في الفكره هذه كلها كنت اعرف عليهم خلال وجودك يعني كانت الفكره اول شيء جتني من يوم العيد الوطني نفسه كنت انا بيطلع من يا كان موسى بيروح لشارع نيتشو في هالمسافه اللي اخذتها كل الطرق كانت زحمة، كل الطرق كانت زحمة على الطريق. فطلعت من شارع جميرة إلى سرقت نفذ الفرجان بالصباح. فأشوف ثلاث عيال يمشون عكاسا من المستشفى طالعات يبون يسرون إلى مكان سكنهم. أثر فيك؟ أثر في الموقف إنه ليش في الليل و يعني آسيويين في المنطقة هذه خطر عليكم إنكم تمشون أنتم من المستشفى إلى الى البيت فسالتها خالد وين بيتكم؟ تقول لي قريب يعني انا ما تبغاني اوصلها حتى تقول لي قريب يوم اوصلها لبيتها بعيد اخر الدنيا فقول لها ليش يعني اول شيء قلت لي قريب؟ تقول لي ما في يتواصلون يتعلمون عمارة فقول لها وين عيالك عاد؟ اقول لها وين عيالك عاد؟ تقول لي موجودين ليه ما يوصلونك؟ ليش ما يبغونك؟ يعني سبحان الله شيء ظروف سبحان الله وان هذا الموقف وصلت له من الاسف فيه سواء وجود الكبار السن كانوا في بيوتهم وحتى في مراكز البرزه لكن اتوقع الفكره جت من هني فتناقش بعدين المرحله الثانيه مع اصدقائك او مع المجموعه المتطوعين مع المجموعه اللي طلعتهم معايا من وين جبتوا الاسم هذا وصلني؟ لان نحن في البدايه كنا نريد نوصلهم من اماكن يعني الاماكن اللي يحتاجون يروحونها ولا المستشفيات ولا السواق كنا نوصلها مثلا من بيوتهم ناخذهم نوديها كنا متفقين مع مجموعه طيب. نوصلها من مكان الى مكان طيب. فهالمجموعه هذه اكتشفنا نص من هالمجموعه هذه على وجه على بيسافرون للعلاج قبل المبادره بيومين او قبل المبادره الاسبوع هذه انا رحت لبيوتهم فقالوا لي نحن مسافرين للعلاج طيب تقدر العلاج زي الزمير احبطنا الموضوع اللي يسافرون هو طيب انتقلت الى جهه ثانيه قدمت فكرتك ساندوك ولا لا وليد؟ توجهت الى مركز البرزه هيئه تنميه المجتمع طبعا بس استاذ الشيخ المهيري احبت بالفكره وايد واحبت بالفكره وقالت لنا اول سؤال يعني شو تبون انتم بالضبط من هذه المبادره؟ ثم التعرف الى هل هل العمل إنساني جدا أو إن بالمقابل تبون شيء؟ فقلنا لها نحن ما نبغى شيء، العمل الإنساني من قلوبنا طالع، فقالت لنا أنا وياكم ما بعرف الموضوع، وعطتني نبغوه بنفس الوقت. طيب وبعدين؟ ما عقلتنا. وبعدها اتفقنا على طبعا المبادرة اللي خليتها. خليت الاستعدادات يمكن في شهر ولا أقل صار؟ أقل شهر. دائما كنت متسرع في الموضوع، لأن شو عندنا إجازة الحين، إجازة الربيع. استقلت جهة الربيع هذه هاي المبادرة هذه يعطيك الف عافية فخصصت يومين ان اول يوم طبعا ناخذهم للعلاج الطبيعي اي يوم بيكون؟ 19/2 يوم الاثنين بيكون ناخذهم للعلاج الطبيعي من بيوتهم ناخذهم الى مركز البرزة للعلاج الطبيعي طبعا نكون وياهم نسولف وياهم يعني جو عائلي جدا بيكون ان شاء الله تكون السوالف وياهم عادية وطبعا قبل هذا كله في المتطوعين محاضرة باكر عن كيفية التعامل مع كبار السن في كلية التقنية. ومن اللي بيحاضر إن شاء الله؟ أنا. أنت بتكون؟ أنا عادي سويت سيرش عن الموضوع هذا كيفية التعامل، دوات فيديوهات كيفية التعامل مع كبار السن. فعندي خلفية الحين زينة إني أقدر أعلم فيها. من الإدارة من هيئة تنمية المجتمع ما في ناس اللي هم متخصصين اللي يتعاملون بصفة يومية مع هذا اللي من المسنين أو للبرزة ممكن يفيدونكم من خبرتهم؟ هناك اكيد في ناس في هيئه تنميه المجتمع اللي هي مركز البرزه بيشاركونا وبيشاركونا في يوم المبادره انه يسوون لنا محاضره كل المتطوعين يسوون لهم محاضره في هذا اليوم. ثاني يوم وين بتروحون؟
مو حديقة المنظر إن شاء الله. تكون رحلة عائلية بعد بترفيهية. خلينا نتكلم شيء عن برنامج الحفل إن شاء الله في تاريخ 20. ساعة كم بتروحون لساعة كم؟ شو بالنسبة حق الحفل كله؟ نعتبره حفل من طلعة. إن شاء الله إن شاء الله. يوم الثلاثاء إن شاء الله في تاريخ 20/12/2011 بنطلع من الدرزات بيتجمعون طبعا المتطوعين الساعة 9:30. تاسع ونصف صباحا وبيطلعون تدي بي اول شيء بياخذون طبعا من حضر اواز تاب بي قوبك واش ترى المخبين المتعطيش في لحظات من هذا البريك تسويونا.